يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة على كل اللي بيتابعوا وبيشوفوا وبيشاركوا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى. بمس عليكم كلكم، وحقيقي بستنى قابلكم كل يوم اتنين من كل أسبوع. انتوا عارفين طبعا أن عندي كلام كتير بكون عايزة أتكلم معاكم فيه، لكن النهاردة أنا عايزة أتكلم معاكم بلغة شباب اليومين دول. انتوا عارفين طبعا أن كل جيل وليه الموضة الخاصة بيه، سواء في اللبس أو تسريحة الشعر أو طريقة الكلام. بنلاقي تسريحات شعر عجيبة، ماشي أهو الموضة، نلاقي كلام غريب بيتقال أنا مش فاهمة دول بيقولوه إزاي وإيه بيقصدوا إيه، وماشي يعني موضة. ألاقي مزيكا غريبة بتتسمع وستايل جديد حتى من المزيكا والفن، موضة. يعني كان في كده، لو نرجع شوية لورا كده، كان في شوية مصطلحات ظهرت كده بين الشباب متالي كده من 3-4 سنين، زي مثلا قشطة يا مان. لا والله قشطة يا مان دي كمان كانت ظاهرة من أيام فيلم هنيدي همام، كان لا صعيدي في الجامعة الأمريكية، كان قشطة يا مان ده تخيلوا، لا دي من سنين، 15 سنة مثلا. وكان في برضو كلمة جامد طحن، كول، كلمات كده كول كلها كنا بنسمعها، وكنا ساعتها بنبقى مستغربين قوي هو إيه الكلام اللي بيتقال ده. دلوقتي بقى والنهاردة الكلام الغريب قوي ده راحت عليه، بقى ديمو دي خلاص، بقى فيه الأجدد وفيه الأغرب وفيه اللي احنا بنبقى واقفين هيجيلنا جلطة من اللي احنا بنسمعه. كل يوم، ومش هقول بقى كمان والله ده مش كل يوم، ده وصلت ان كل 5 دقايق بنلاقي فيه أبديت جديد وتحديث جديد للمصطلحات والموضات اليومين دول. مثلا هنلاقي مثلا مصطلح جديد وبقالنا فترة بنحكي فيه وعملنا كمان حلقات عليه والناس كلها بتتكلم فيه، يقولك دي علاقة توكسيك. علاقة توكسيك، انتي انفصلتي ليه؟ اتطلقتي ليه؟ لا لا اصل انا كان معايا راجل توكسيك. ايه يا حبيبي انت ما كملت 2 سنين جواز؟ هو ايه اللي حصل؟ يقولك مراتي ست توكسيك. المهم ده مصطلح جديد اللي هي العلاقات السامة، يعني طب ما تقولوا علاقات نكدية. مالها النكديه؟ زمان كان يقول لك ده نكدي او الست دي نكديه، دلوقتي عشان احنا بقينا ستايل اكتر بنقول علاقه توكسيك. يمكن في مصطلح بقى اجدد واجدد، وده اللي يمكن هنتكلم فيه النهارده ونركز عليه اكتر واكتر، مصطلح الريد فلاجز. ايه يا ايمان الريد فلاجز؟ ريد فلاجز يعني لو احنا ترجمناها حرفيا هتبقى الاعلام الحمراء، يعني علم الأعلام الحمراء ريد فلاجز. عارفين كده لما نكون في المصيف كده ونيجي ننزل البحر وتلاقي البحر محطوط عليه علم اسود، فالراجل يقول لك ايه؟ لا اوعى تنزل البحر النهارده، ده الموج عالي وخطر، حدش ينزل النهارده. احنا كمان في حياتنا بقت في أعلام بس مش سودة، هي أعلام حمراء لدرجة الخطورة، عارفين يقول لك دينجر. فالأعلام الحمراء دي امتى بتظهر في حياتنا؟ امتى اقول ان العلامات الحمراء دي والانوار الحمراء دي اللي بتقول لي خطر خطر، لف وارجع تاني، ستوب، كفايه كده، خلي بالك. خلي بالي من ايه؟ ايه الريد فلاجز اللي في حياتنا اللي لازم اخد بالي منها سواء ست او راجل؟ النهارده هتكون معانا جهاد التبعي البلوجر وصانعه المحتوى، واللي هنتكلم معاها ونعرف ايه قصه الريد فلاجز، وهل في مصطلحات تانيه غريبه، وامتى نقول ان في ريد فلاجز في حياتي. خليكم معايا. ورجعنا لكم مشاهدينا، وندخل على طول في موضوعنا النهارده. بنتكلم على الموضات الغريبه والجديده، بنتكلم على الريد فلاجز. ايه هي الريد فلاجز؟ كل شويه بنسمع المصطلح ده. طب ماشي، ما انا عايزه اعرف انا كمان حياتي فيها ريد فلاجز ولا لا. تلاقي كل البنات والستات تلاقيها، طب ايه يا جماعه ما تنورونا، طيب يعني ايه ريد فلاجز؟ طب انا حياتي فيها اعلام حمراء، اعرف ازاي ان انا عندي في حياتي اعلام حمراء ولا لا؟ ممكن اغلبها سودة لكن حمراء دي جديده. طيب خلونا نرحب بضيفتنا الموجوده معانا في الاستوديو، جهاد التابعي البلوجر وصناعه المحتوى. ازيك يا جهاد؟ اهلا وسهلا، ازيك؟ إيه؟ الحمد لله، نورانا لاول مره على القناه الاولى. ميرسي من ذوقك. يعني احنا متابعك على السوشيال ميديا، فالنهارده عايزين نتالق مع بعض بقى. اكيد. دايما بنجري ورا البلوجرز وبنشوف هم بيقولوا ايه كل يوم، لان انتوا اكتر ناس عندكم طاقه واكتف اكتر في كل حته، في الشوارع، في المحلات، في مع اي موضه بتطلع، سواء ميك اب، شعر، مصطلحات، حاجات حتى اجتماعيه ونفسيه. ايه اكتر الحاجات اللي انت عملتي عليها فيديوهات الفتره اللي فاتت وقلتي ان ده لغه العصر اليومين دول؟
بصي، هو المصطلحات الجديدة زي توكسيك وريد فلاج وميكسد سيجنالز، المصطلحات دي احنا بنتكلم عنها عشان هي انتشرت في الشارع او انتشرت بين الناس اكتر، فاحنا بالتالي بنتكلم عنها، لكن مش احنا اللي نشرناها اعتقد يعني. لا، او حتى لو بتلاقوها موضة موجودة ناس بتتكلم عليها، فانتوا بتعكسوا بتعكسوا اللي بيحصل يعني. ده صدل ده يعني، ما تقدريش تحددي مين نشر ايه الاول، بس لو بلوجرز نشروها هيبقى غالبا في الغرب وبعد كده اتنقلت للشرق. يعني مثلا مصطلح زي توكسيك في سنه 2018، توكسيك يعني سام بالعربي. حاولت افهمهم في الاول، قلت لهم يا جماعه ما تقولوا علاقه سامه، ايه اللي هيحصل يعني؟ نكد. بصي، يمكن استخدام الكلمه بالانجلش بيحسس الجيل الشباب ان هي اخف شويه، وبيحسسه ان هو مش بيهين الطرف الاخر لكن هو اللي ضحيه، فده بيخفف تاثيرها شويه. يعني انا لما اقول توكسيك فبتبقى اقل شويه. يعني انا مثلا لما اقول انا كنت في علاقه مع شخص توكسيك، انا بحسس نفسي ان انا اللي ضحيه وان هو اللي كان وحش. لكن انا لو قلت هو نكدي هيتقال لي ما تتكلميش عنه وحش. فالشباب بقوا بيتفادوا حته اللوم، الهروب بقى بالظبط. كمان كلمه توكسيك كلمه ما تقدريش تمسكيها من حته معينه، هي ما بتدلش على تصنيف نفسي معين. يعني الكلمه ينفع تغطي مصطلحات تانية في علم النفس زي نرجسي، زي شخصيه اعتماديه، شخصيه وسواسيه، ما حدش ينفع يقول التصنيف بنفسه. فالناس استسهلت تستخدم كلمه توكسيك عشان تتنصل من المسؤوليه بتاعت انا مش بشخصك. فعشان كده في 2018 قاموس اوكسفورد الانجليزي حط الكلمه، اضافها انها كلمه للعام 2018، يعني من كتر ما هي استخدمت في امريكا. يعني في 2018 اكتر مصطلح الناس استخدموه توكسيك. بصي، الكلمه موجوده اصلا من الاول. لا، ما هي دي اصلا في اللغه، موجوده في اللغه بمعنى سام يعني. لكن في 2018 القاموس اضاف لها معنى زياده، وقال ان هي اكتر كلمه استخدمت في 2018 في العلاقات بالذات. احنا ما نقدرش ننكر ان الجيل ده اللي موجود الصغير ده بقى متطلع اكتر، بقى اشطر مننا في انه يتفرج على افلام اجنبيه، بقى يقرا حاجات كتير على السوشيال ميديا، بقى حتى بيلعب جيمز وحاجات. الجيمز دي اصلا بيبقى فيها مصطلحات وبيبقى فيها فوكاب هم بيستخدموه مع بعض، البلاي ستيشن والحاجات دي. فغصب عننا هم اللي بقوا يحطوا القاموس اللي احنا بنسمعه واللي احنا بنشوفه. طيب، غير توكسيك ايه تاني كلمه برضو فضت معانا كده شويه يعني؟ في كلمه السنه دي او من 2020 وداخله معانا السنه دي مكمله، كلاون. كلاون كان زمان اللي هي كلاون ده المهرج. بالظبط، المهرج او الاراجوز. دلوقتي بقينا بنستخدمها في العلاقات بقالنا سنتين ثلاثه اهو. وهتقولي لي الشباب هي اللي بتطلع الكلام ده، هقول لك كلاون دي طلعها اصلا الرئيس الامريكي جو بايدن في يعني ديبيت كده سياسي كان بيتكلم فيه مع دونالد ترامب. فهو كان بيستخدمها كنوع من انواع السخريه، انه عشان بيقطعوا كتير. انا عارفه الديبيت ده، بس هم هناك عندهم ممكن عادي يقولوا كلمه عادي. بس هي من بعدها الكلمه بدات تنتشر في جيل الشباب، بقى بداوا يستخدموها كمصطلح كوميدي، ان انا بقلل من اللي قدامي. كلاون، حتى كلاون احنا بنستخدمها عشان نتريق على ضعفنا مثلا ناحيه الطرف الاخر. اللي هو لما واحده مثلا ترجع لخطيبها اللي هو كان بيأذيها، تقول لك انا كلاون قوي، انا رجعت له مجرد ما اتصل بيا. بشوف فيديوهات كده برضو اللي هو انا عمري ما هرجع له تاني، ده انا لو رن 1000 مره. فيديوهات كده بتبقى موجوده على السوشيال ميديا، اول ما تليفوني يرن اي حبيب قلبي انا جايه. ايوه، يعني هي بتطلع بعد الفيديو ده تقول لك والله فعلا انا كلاون، يعني انا ما عنديش شخصيه، بس ممكن انا اقول كده على نفسي يعني. وفي كمان مصطلح طالع يقول لك لما واحده برضو تنفصل عن حد تقول لك ده لوزر. يعني ايه يعني؟ هو الخسران يعني. هو اصلا يعني بيستخدموها اللي هو فاشل يعني، هو اللي خسر. انا بقول لك كل ما المصطلح بيبقى انجلش اكتر او حديث اكتر، ده بيخفف الاثر النفسي بتاعه، معرفش ليه. يعني نقدر نقول ان احنا هي دي مش فزلكه يعني، ولا هي تناكة، على قد ما هي ان انا لما بستخدم اللفظ او الفوكاب بالانجلش فده بقى يعني ما بحسش ان انا جحده اكتر، او مثلا ان انا بشتمه او بتنمر عليه، يعني هو كده عادي. بالظبط، تحسي ان انت اللي ضحيه، اللي هو بيخفف انا اثر الكلمه يعني. مع اني عايزه اقول لك حاجه بقى، كلمه توكسيك مثلا لما حد يقول على حد توكسيك غالبا بيطلع هو التوكسيك. ليه؟ لان من اكتر علامات الشخص السام يعني ان هو بيقلب الترابيزه. فلو حد مهتم قوي يقول لك ده هو اللي كان توكسيك، انتيش ضمانك انه مش اللي بيحكي. لا، انا اي حد يجي يقول لي مثلا انا كنت في علاقه توكسيك، فانا لازم الاول اسمع
يعني وخصوصا يعني كل المستمعين والمشاهدين اللي عندنا والرسائل اللي بتجيلنا. بلاقي دايما مثلا حتى لو ست، يعني حتى لو ست، طب توكسيك ايه اللي حصل؟ بس يمكن الستات غلابة اكتر، يعني الراجل بيبقى فعلا بيتعامل معاها بكل اساليب تكسير الذات يعني. طب قولي لي كده علامات العلاقه. بيقولوا عليه نرجسي بقى، اللي هو بيكسر فيها ده وبيحسسها بالنقص عشان هي تحس ان هي اقل وان هو كتير عليها. ده نرجسي. بس توكسيك هي المظله الاكبر للنرجسي والاعتمادي والشكاك، يعني كلمه بتوصف كل حاجه. طب لما واحده تبعت مسج تقول لك انا طول الوقت انا عايزه اعرف انا عندي، انا كده في علاقه توكسيك ولا ريد فلاجز اللي في حياتي، قولوا لي صح ولا غلط. رقم واحد، انا بفرح يومين وازعل شهرين. رقم اتنين، انا طول الوقت انا اللي بجري عشان ارضيه، بعمل كل حاجه ممكن ترضيه وهو ما بيرضاش، فبفضل طول الوقت بحرق في اعصابي ومجهودي عشان اعمل دايما اللي يرضيه. رقم اتنين. رقم ثلاثة، ممكن انا اللي اهتم دايما باعياده ومناسباته واي حاجه تخصه، وهو لو اهتم مره بيحسسني ان دي العالم كله، كفايه ان انا افتكرتك. رقم أربعة. كل ده وهي لسه قاعده؟ طبعا لسه ما طلعتش تجري. لما عديت له انه كذا مره يخني، فكان دايما يقول لي لا دي نزوات عاديه واللي بيحب بيسامح. فتخيلي بقى لما يوصل لها حته ان اللي بيحب بيسامح، يقنعها ان هو لازم تعدي الخيانه عشان كده تبقى انت بتحبي، لو انت ما عديتيش تبقى انت ما حبيتنيش من اصل. دي علاقه توكسيك ولا ريد فلاج؟ ده هما الاثنين ما شاء الله توكسيك. هما الاثنين. ليه بقى؟ لان هي في مرحله معينه لما ظهر لها كل العلامات اللي هي الريد فلاجز وكملت، فهي عملت منهم ستاير بقى، دي عملت منهم فستان عجبها اللون الاحمر يعني. ما هو هي فاكره ان هي كده هي اصيله وبتكمل وبتحبه، لان هو بيقنعها بكده. انتوا متخيلين الراجل يوصل لمرحله انه يقنعك بالغلط وتعمليه بحب، ولو ما عملتيهوش تحس ان انت اللي مقصره مش هو اللي مقصر؟ لا، هي من جواها حته عايزه تقتنع بده. دايما الضحيه بيبقى مشارك في اذى نفسه. هي عايزه تقتنع ان هو كويس عشان ميزه تانية فيه فمكمله، او عشان مش قادره تتخيل الحياه من غيره. فدي مشكلتها هي بقى. اول مره اذاها مشكلته، تاني وتالت مره بقى مشكلتها. يعني انت شايفه ان اول مره اذى فخلاص هو جه مثلا اعتذر وبتاع ودي غلطه ومش هتتكرر، لكن مجرد ما الاذى ده بيتكرر يبقى المشكله عند الست. بالظبط. عندي انا هي ضعيفه لدرجه ان هي مكمله. ممكن تكون شخصيه اعتماديه، بس احنا برده ما نقدرش نصنفها. لا احنا مش هنصنف بالزبط. بس احنا كستات وزي ما بنقعد كده هنا وفي النادي في الكوافير وبتاع، فانا لما بقعد احكي مشكلتك، ما هم الناس برضو بتبقى بتسمعنا وبتبقى عندها نفس المشكله او قريبه منها، فبتفهم تعمل ايه وما تعملش ايه. يعني احنا مش داخلين عارفه دراسه. أيوة. على فكره النوع ده من الستات اللي هي بتحكي لك خاني 10 مرات وضربني مش عارفه ازاي وانا مكمله معاه عشان بحبه، هي بتحكي وهي مش مستنيه حل على فكره، لان هي عارفه الحل ايه في الحاله دي. هي بتبقى عارفه انه خلاص العلاقه انتهت، هي عايزه اللي قدامها يسمعها وخلاص، يتعاطف معاها وخلاص. انا شايفه ان معظم حالات الانفصال معظمها خيانه وطلاق بسبب الخيانه خلاص. وبلاقي النص التاني غريب قوي يا جهاد، والله انا مش قادره افهمه. عملت عليه حلقات بس انا عايزه افهم. الراجل تلاقيه اللي هو التوكسيك ده او الراجل المؤذي اللي هو معيش حياته في جحيم وطول الوقت خيانه وطول الوقت بيسيبها وطول الوقت مع اصحابه وممكن يسافر ويجي يعني دي كانها قطعه اساس محطوطه في البيت. الغريب بقى ان الراجل ده بتلاقيه قاعد كده حوالينا مثلا وسط اصحابه والناس بيتباهى انه عنده زوجه ما بتتكلمش معاه في اي حاجه، وقد ايه غلبانه وقد ايه طيبه وقد ايه هي بتعدي حاجات ما فيش ست تانيه تعديها. فهل هو اصلا كده عنده مشكله نفسيه ولا هي اللي ضحيه وبيقنع نفسه ان دي احسن واحده في الكون؟ يعني انا مش فاهمه حاجه. هو مختارها التركيبه دي جايه ازاي؟ هي التركيبه دي دايما موجوده. يعني دايما النوع ده من الرجاله بيبقى عايز واحده هو عارف ان اخرها في الخناقه ان هي هتزعل يومين وخلاص هتهدى. تمام. هو بيبقى عايز النوع ده، شايف ان دي تنفع زوجه. ولما يجي يحب ما بيحبهاش هي، بيحب واحده تانية تطلع عينه. بس دي ما يتجوزهاش. وهي راضيه ان هي تكون جزء من المنظومه دي. يعني هي مش ضحيه 100%، هي ضحيه اوكي. لا مش ضحيه 100%، مزاجها اعتقد. هي قابله ده ممكن قصاد الاستقرار، قصاد ان هو مميز في حاجه، بس هي راضيه بالتركيبه اللي هي عايشاها دي. طيب تعالى نطلع بقى نشوف راي الشارع. كاميرا يحكى انا نزلت الشارع وعرفت من الناس ايه رايهم في المصطلحات الجديده اللي احنا بنسمعها اليومين دول. نروح للتقرير ونرجع للاستوديو تاني.
العلاقة التوكسيك تبقى حاجة زي حاجة unhealthy كده، بتستنفذ كل الطاقة اللي عندك، يعني ما بتبقاش حاجة صحية دي. هو شخص أناني مش بيبص غير لمصلحته بس، بيعظم في نفسه دايما. حد أناني بيفكر في نفسه بس كده، فيعني حد أصلا مش شايف اللي قدامه وعايز يستغله بأي طريقة. علاقة توكسيك يعني علاقة ريد فلاج، فيها طرف مش سالك أو بيرزل على التاني. اللي هو الراجل بيبقى مسيطر، ده اللي هو روحتي ايه، خارجة مع مين، انما ساعة الجد ان هو مش بينفذ اي حاجة. بشوف ان الشخص التوكسيك ده هو الشخص اللي بيستنفذ كل طاقتي، وانا بطلع من العلاقة انا كمان توكسيك، يعني انا ما عنديش طاقة خالص ان انا اتعامل لا مع نفسي ولا مع الاشخاص التانية، بالتالي هو بيخليني اصلا يعني بيبدا يشككني انا في نفسي. اناني سلبي، بيحب نفسه، كلمته هي اللي ماشيه والطرف الثاني ما فيش وجود ليه خالص. ان هو اللي بيحب يفرض شخصيته، دايما بيحب نفسه كل حاجه ليه. هو بيبقى يعني انهاك للنفسيه، بيبقى استنزاف للنفس والطاقه وكل حاجه. الريد فلاج دي مفروض حاجه وحشه ليك، حاجه بتستنفذك. الجرين فلاج بتبقى شخصيه يعني علاقة هيلثي ما فيهاش حاجات وحشة. الريد فلاج ان هو لما بيبقى في حاجة باينة في الشخص من الأول والناس بتتغاضى عنها، يعني حد بخيل، حد مثلا كذاب جدا، وبيبقى الريد فلاج ده بيبقى واضح جدا. الريد فلاج بشوف ان هم الناس اللي مش بيتكلموا، اللي مش بيطلعوا كل اللي جواهم، ما بيبقوا صريحين قصاد بعض. الريد فلاج ده اللي هو الشخص السلبي. الريد فلاج بيبقى حاجة بشعة بجد، حاجه بشعه، بلاير وكذاب وخاين، كل حاجه بشعه. جرين فلاج بقى ده بيبقى جود بوي شويه بقى، طيب ومشي جنب الحيطه بقى، بيسمع كلام ماما وبابا. مفيش الكلام ده صراحه، قليل قوي لما بتلاقي حاجه زي دي. الاغلبيه اللي هي الاناني اللي بيحب نفسه بيحب مصلحته، عشان تلاقي العلاقه الثانيه دي قليل جدا. أنا أكتر جملة عجبتني إن الشخصية التوكسيك لما بتدخل حياتي بتقلب أنا بعد فترة، بقى توكسيك ولا عندي ثقة بنفسي ولا عندي ثقة بالناس، وببقى مريضة نفسيا زيه. عارفة يا جهاد، الشخصية التوكسيك دي عاملة زي الفيروس اللي هو لما بيدخل حياتك فجأة كده تلاقيه قلب كيانك، بقيتي بدل ما تبقي وردية وجميلة ومنتعشة ووردة وقمر، قلبتي على جميز ودوم، فاهمة إزاي؟ بيغير الشكل وبيغير الروح وبيغير كل حاجه، بتتقلبي من ابيض لاسود. لكن انت معايا ولا مش معايا عشان ننقل على الريد فلاجز؟ معاكي، لان اصلا استمرارك معاه مبني بالنسبه له على انك تحسي انك شاكه في نفسك طول الوقت، فهو بيشككك في شكلك، في افكارك، في كل حاجه. فيروس والله فيروس. طيب عايزين نقول يا جماعه ان الريد فلاجز دي مش شخصيه. الريد فلاجز، لان انا شفت شويه شباب فاهمين الريد فلاجز غلط، الريد فلاجز دي خطوط حمراء، لمبه حمراء بتنور، علم. هو الترجمه الحرفيه للكلمه الانجليش ريد، احمر، فلاجز، اعلام، اللي هي الاعلام الحمراء. الاعلام الحمراء دي زي ما انا قلت في بدايه الحلقه، خلي بالك خطر، في مؤشر بيقول هنا منطقه خطر، هنا منطقه زلازل، هنا منطقه اعصار وبراكين، في خطر. قبل العلاقة يعني، وانا داخلة ارتبط، وانا في بداية الارتباط، وانا لسه مخطوبة، تبقى في ريد فلاجز. النهاردة اهم ان انا اتكلم على الاعلام الحمراء دي من وانا في البداية، يعني ان انا اشوفها واستوعبها عشان اجري يا مجدي، يعني عشان الف وامشي، لان بدل ما ادخل واتجوز واخلف وتبقى المشكلة، بدل المشكلة بقت فيها اطفال وعيلة. ايه الريد فلاجز اللي انا لما اشوفها اقول ارجع لورا كده، استني بقى كده، هدي قلبك ده شويه عشان في كده مش مظبوط الراجل ده؟ الريد فلاج دي بتبان من اول خروجه تقريبا، يعني لو اتنين مخطوبين اول خروجه بينهم هيبان حاجات، فهي تبدا تاخد بالها. زي مثلا ان هم لو قاعدين في مطعم هتلاقيه بيعاملها هي كويس عشان هي العروسه، وبيعامل مثلا الشغالين في المكان وحش. فمش شرط تكون حاجه في العلاقه نفسها، هي لسه ما دخلتش معاه اي علاقه. احنا انا معاك اهو، واحده بيعامل الناس الاقل منه مثلا وحش، فده شخص بيعامل الناس اللي ليه مصلحه عندهم كويس والناس العاديه وحش، هيعمل فيها هي كده بعد شويه، يعني دورها هيجي. والله حلوه الحته دي، اول مره اسمعها.
يعني فعلا اه يعني انا اعرف ان هو من الحته دي ان هو بتاع مصلحته، بتاع مصلحته، فلما تبقى مصلحته تخلص معايا انا كمان هيتقل. هتعامل نفس معامله الجرسون بالظبط. حاجه كمان تعرف ان هيبقى عليها الدور لو هي سالته مثلا خطيبتك اللي فاتت سبتوا بعض ليه واتكلم عن اللي فاتت وحش، المفروض هي كبنت ما تفرحش وتحس ان هو اختارها عشان هي احسن والكلام بتاع البنات ده، لا تقول دي واحده ممكن تكون اكلت معاه عيش وملح، ليه يتكلم عنها وحش كده؟ حتى لو هي مش كويسة الطبيعي لو هو ابن ناس ان هو يقول ما حصلش نصيب وخلاص. بس هما بقوا مأسكة شوية في الحتة دي، بقوا بيتكلموا كويس. يعني الرجالة والشباب دلوقتي شبابنا الحلوين حبايب قلبي بقوا مزكاي شوية. ليه بقى؟ يجي مثلا واحد مرتبط او متجوز فيقول لا مراتي كويسة قوي ما فيهاش حاجة، عشان ما تقوليش ان انا بقول عليها وحش، بس انا ما بحبهاش يا حبيبي. بصي بقى اللفة لا متجوز ده مش ريد فلاج ده يعني لا يعني شوف اللي هو ايه تقول لك ايه لا عشان ما بقاش قليل اصل فاللي هو لا هي كويسه وكل حاجه واخترتها بمزاجي ما حدش فرضها عليا بس تمام يعني هي غلبانه ما بتاذينيش ما بتضايقنيش ما بتضايقنيش فاقصد أيوة ان هم غيروا الطريقه عملوا ابديت شويه في الحته دي. فمن الريد فلاجز كمان بقى الراجل اللي هو بيخفي حالته الاجتماعيه او بيخفي معلومه كبيره مهمه قوي زي انه ينسى ان هو متجوز لا حبيبي او ينسى مثلا انه مطلق وعنده حبيبي. عيال بيدفع لهم نفقه مثلا وعنده مسؤوليات فهو شخص سنجل رايح يتعرف عليها يعني. ايه كمان ان هو يجاملها مجامله ليها معنيين يعني مجامله كده فيها سم زي مثلا يقول لها انا عاده بحبش البنات المليانه بس انت استثناء اللي هو يعني انا اعجبت بيكي بس انت مليانه حطها برضو على كرسي عدم الثقه اللي هو انا يعني عديتها لك كتر خيري بس يعني انا تمام فطبعا هي تفضل الكلمه دي تلف في دماغها وثقتها تتهز بس هو خدني انا بس هو ما بيحبش الست المليانه فهو هو بالنسبه له قايلها مجامله ما تقدرش تمسك عليه حاجه بس هو عارف وجهها ازاي يعني هو عارف عمل ايه ده في علامات كتيره قوي 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 لسه هنتكلم فيها وخدي بالك منها في بدايه العلاقه لان دي اللي هتحدد حياتك اللي جايه هتبقى حياه حلوه وايجابيه وجميله ومليانه حب كده ولا هتبقى كلها علاقه سامه وفيها الكيد والانتقام والانانيه والجحود بنشوف ده فاصل ونرجع نكمل الريد فلاجز في حياتنا ونخلي بالنا من ايه لسه بنتكلم على الريد فلاجز في حياتنا في تصرفات في بدايه العلاقه ساعات بنشوفها من كتر حبنا في الشخص ده بنعمل نفسنا لابسين نظاره سودا انا عارفه بناتي واخواتي وستاتي وحبايبي واصحابي ايوه بنبقى شايفين بس بنبقى لابسين النظاره بمزاجنا ابقى شايفه انه بخيل بس بحبه ابقى شايفه انه بس يعني بس انا خلاص حبيته وانا مش عايزه اسيبه لا بس في بقى علامات حمراء كبيره خطر خلي بالك منها لان الراجل ده مش هيكمل حتى لو انت اللي بتحبيه ومش عايزه تسيبيه ولا هيسيبك فنرجع بقى تاني لجهاد الريد فلاجز خلاص اتكلمنا في الاول في ان هو وهم قاعدين لسه في اي مطعم وايه العلامات في ريد فلاج جميل قوي من الاول بيظهر خالص الناس اللي هي المسج ما بتوصل لهم بتختفي بعد 24 ساعه دول يعني مش ممكن واحده طبيعيه ما تشكش اللي هم بيبقوا عاملين الخاصية بتاعت انه الرسالة اللي يكتبوها تختفي بعد 24 ساعة ليه؟ جديدة دي انا ما بعملش الخاصية اللي بيعملوها على الواتساب ما هم عشان ايه يعني ما تتحسبش عليه رسالة غالبا يعني؟ بقى هو بيبقى مخطط لحاجة قدام فهي ما توريش بقى الناس بصوا كان بعت لي بص كان مثلاً. كذا طب ما هي تاخد سكرين شوت وخلاص لا ما بيبان عنده تقريبا هو في خاصية كده ان هو اللي يبعته يختفي على طول ده زعيم عصابة بقى ده ريد فلاج باين من اول خمس ثواني ده بص ده تلاقي واحد زي ده في حياتك ده زعيم عصابة من على طول كده باي باي حبيبي باي باي طيب نروح بقى لحته ثانيه مثلا احنا اتكلمنا على الموبايل طب خلينا ندخل في حته الموبايل نخلص كل الاعلام الحمراء الريد فلاجز اللي بتخص الموبايل رقم واحد مقلوب على ظهره ايوه طبعا حاجة. على طول تلاقيه قاعد معاكي قالب التليفونات على وشها تلاقيه داخل التواليت واخد التليفونات كلها في ايده حتى لو انتوا قاعدين في مطعم او كافيه طيب لما يجي له تليفون يرن يزن كتير يزن هيتكلم بره ايوه يروح واخد الموبايل وطالع بره فدي علامة دي واحدة ماما بتكلمه هو مديها ميعاد ومستني ويعني هي متأخر عليها فهو مش عارف يتصرف قدامك تاني حاجة في الموبايل لما بتبعتيله رسالة يقعد شوية على بال ما يفتحها تبان ان هي اتفتحت
وهو التليفون في ايده، هي عارفه ومتاكده انه ما بيسيبش التليفون حتى وهو نايم. بس ممكن هي اللي زنانه برضه يعني. ما هي لو زنت بقى يبقى دي لوحدها. يعني الزن ده انا هيسيبها شويه لغايه ما يرد عليه. لكن الطبيعي في الاول العلاقه بيرد بسرعه. لا ساعات الراجل بيبقى محتار وبيبقى نيته كويسه بس هو عايز يتقل مش عارف يتقل ازاي، فاهم؟ بيسيب بيعمل كده. طيب في حاجة بقى كمان، الراجل برضو من الريد فلاجز اللي تلاقيه قافل البروفايل بتاعه على الفيسبوك. خايف صورته تتسرق. يعني حبيب قلبي انت قافل البروفايل بتاعك ليه؟ يعني هل انت بنوتة ومحجبة وده فاميلي جروب وكده؟ لكن لا، هو بيبقى قافل البروفايل بس عنده أكاونت تاني للبنات وللعلاقات التانية. لكن هي تيجي تدخل لا تبقى عارفة مين عنده فريندز ولا تبقى أي حاجة، ويقول لها أصلا أنا بحب كده عشان محدش يعرف عن حياتي حاجة. هل دي تعتبر ريد فلاج كبيرة ولا عادية؟ يعني ممكن حسب طبيعة شخصيته. ممكن هو فعلا يكون بيهتم بالخصوصية قوي وشخص خجول، وممكن يكون بيعمل كده عشان حبايبي ما يخبطوش في بعض، يعني الناس ما تعرفش بعضها، فحسب شخصيته هو. طيب نيجي بقى كمان لنقطة تانية. أنا من أكبر الريد فلاجز اللي أنا شفتها في حياتي من كل المشاكل اللي جات لي كمذيعة لازم أقول لكم عليها، هي بتنطبق مع مثل مصري عندنا في مصر، اللي يصعب عليك يفقرك. لو الراجل صعب عليكي سيبيه. لو الراجل، هقول تاني، لو الراجل صعب عليكي اجري. ليه بقى يا جهاد؟ لان الراجل ممكن يدخل باسطوانه اصل انا ظروفي على قدي وانا شقيت وتعبت ورحت وجيت وبعدين فجاه تلاقيه بيلبس لبس غالي وبيخرج وبيسافر، وبعدين يجي عندك انت يبقى الفقر رجع له تاني والمرض رجع له تاني، وانا عندي استباحس من وانا صغير وانا وانا وانا. فيبتدي الستات والبنات بتبقى عاطفيه اكتر، فتبتدي تقول لك طب ايه المشكله لما اقف جنبه وابقى انا السند، هيفتكرها لي بعد ما ربنا يكرمه ويبقى معاه فلوس. لكن الراجل اللي بياخد من الست، الراجل اللي بياخد منك، اللي يقبل ان انت تسلفيه، اللي يقبل ان انت تديله عربيتك، اللي يقبل اللي ياخد الفيزا بتاعتك عشان اصل الفيزا بتاعته فيها مشكله في البنك، دي كلها ريد فلاجز. انا بقول ان العلاقه دي مبنيه على المصلحه. انت رايك ايه؟ بصي برضو انا مش شايفه النموذج ده ان هي ضحيه. يعني انا شايفه ان هو حكى لها حاجه حزينه في حياته وهي موافقه ترتبط بيه. طب وكل ده مش ضحيه؟ لا 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 يا جهاد، ثواني. هي في لحظه كده هي تمام، عندها ارادتها كامله. هو بيحكي لها انه فقير وهي موافقه ترتبط بيه، لغايه هنا مفيش مشكله مني، تمام، هي اللي وافقت. بس لما هو ياخد الفيزا والعربيه مش عارفه ايه، هي كده يعني. طب ما هي بتساعده عشان هو باين لها ان هو فقير، لكن لما يطلع مش فقير. لا تقبله وهو فقير بس ما تديلوش حياتها. يعني هم اصلا ده في ناس من اول خطوبه بتقوم مدياله كل حاجه، بتسلفه تمن الشبكه. صح، هي الغلطانه مش هو. ما انا عشان كده انا بقول ان اللي يصعب عليكي يفقرك. ليه؟ لان ما ينفعش يبقى صعبان عليا فاديله فلوس الشبكه زي ما بتقولي كده، وان هو قدام اهلي ان هو اللي جايبه وعامل وساوي. بس هل في ستات بتحب هي تستغل او ان هي تصرف او يعني ليه؟ يعني انا مش لاقي لها بالظبط. وارد تكون هي شريره يعني. احنا ليه دايما بنتخيل ان اللي بيحكي لنا هو الطيب بشكل مطلق؟ مش يمكن هي شريره وبتعمل كده عشان بعد كده تعايره، او بعد كده، او هي عايزه تبقى مسيطره على عليه وعلى العلاقه، فهي عايزه طول الوقت يبقى ليها اليد العليا. احيانا في ناس كده. انا شفت علاقات كده كتير، بس بلاقي ان الست بيبقى ردها طيب ما انا اعمل ايه، انا مش عايزه احرجه او اكسره، انا معايا فبقول تمام الحياه تبقى حلوه ومريحه. يعني ما دام هو ما بيصرفش هو اللي ما بيطلبش مثلا يقول ان يشيل المسؤوليه، فهي بتحس ان دي يعني ايه زي احتواء. يعني تمام انا حبيتك فانا هقف جنبك شويه لغايه ما الدنيا تتظبط. بس ما بحسش من الستات دي، بالعكس دي الستات دي بتبقى اكتر ستات مقهوره ومظلومه، لان بتحس ان هي بتستغل. عارفه الاستغلال يعني؟ سؤال واحد لازم تساله لنفسك. هل لو هو اللي مكانها، لو هو الاغنى وهي اللي مكانه معهاش او محتاجه، هو كان هيختارها اصلا هي؟ طب وهي ترد على السؤال ده بقى ازاي؟ لازم يعني تلاقي له اجابه. يعني ترد على السؤال ده ازاي؟ تقول لك ما هو حبني وقال لي وكان بيعيط لي وبيقعد لي تحت البيت وبيعمل كل حاجه. لا بيبقى في حاجات كده مبينه ان هو ما كانتش هي اختياره. يعني عاده الستات اللي بتستغل بتبقى بتتخان كمان. فهي دي علامه ان هو مش انت اللي بيحبك اساسا، هو بيحب واحده تانية. وقت ما بيبقى معاه فلوس بيروح للتانية. فهو بس علاقته بيكي ان هو محتاج لك.
ده مش حب هو احتياج. فزي ما هو بيستغلها هي في لحظه ما في العلاقه عرفت ان هو كمان هي كمان بتستغل وجوده بتستغل احتياجه. بصي يا جهاد انا من وجهه نظري بجد يعني انا شايفه ان الراجل المحترم محترم الراجل الجدع جدع الراجل اللي راجل بجد في حياته وفي بيته بيبقى راجل. يعني الراجل اللي بجد عمره ما يطلب من واحده ست فلوس صح عمر دي لو موتي والله العظيم لو معهوش في جيبه غير 10 جنيه تلاقيه يقعد على الكورنيش بالخمسة جنيه ولا انه ياخد منها 10 جنيه فوق ال 10 جنيه اللي في جيبه. لو هو اقل منها ومحترم هيقول لها يا بنت الناس ترضي تعيشي في مستوايا انا على قدي انا بالزبط. مش هو اللي يطلع مستوايا لكن يعني اوعوا 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 عشان كده انا وجهاد النهارده معاكم بنتكلم على الريد فلاجز اللي يصعب عليكي باي باي. ولو انتي كملتي وصرفتي وبقيتي جدعه وكريمه هتبقي في الاخر انتي بيتقال عليكي ان انتي بمزاجك وان انتي ست شريره. فانتي عايزه يتقال عليكي ست شريره؟ اكيد لا. خلي فلوسك لنفسك، خلي فلوسك لبيتك لحياتك، انتي بتشتغلي عشان تبقي ناجحه ومعاكي فلوسك مش تصرفيها على راجل. فالراجل اللي ما يجيش يكملني ويزودني ويقدر قيمتي كست بلاها خالص في الزمن ده خالص خالص من البدايه. احنا بنتكلم من البدايه مش بنتكلم على البيوت اللي فيها اولاد وجواز، احنا بنتكلم من البدايه. طيب من ضمن ايه تاني العلامات الخطر اللي انا لازم اقف رجليا تكلبش في الارض واقول لا انا مش مكمله؟ ان هو لسه داخل حياتك مثلا يحاول يتخطى حدودك. حدودك دي مش شرط تكون حاجه في العلاقه اساسا او مش شرط تكون حاجه كبيره بس مثلا انت قلتي له انا بنام الساعه 10 مثلا فهو يقوم يتصل بيكي الساعه 11 هو خلي بالك الشخص التوكسيك ده بيجس نبض دايما يعني بيشوف اللي قدامه اخرها ايه في الاذى انا هاذيها قد ايه وهتسامح ساتر يا رب فبي لمنع بيتك يا رب علينا بيشوف انت هتعدي له قد ايه. يعني حتى لما بيجي يخون مثلا هو مش هيخون مره واحده هو وانت معاه هيبدا يبص على البنات حواليك فلو زعلتي شويه بس اتصالحتي كمان خمس دقايق هيبدا ياخد المرحله اللي بعدها. يعني بحس الست بتشاركه في انها تتغافل قوي. طيب يبقى احنا قبل ما نقفل ملف الراجل يعني الحاجات اللي احنا بنشوفها في الراجل اللي انا مرتبطه بيه سواء راجل بخيل راجل استغلالي راجل بيمثل لما بلاقيه بكل ساعه بحال النهارده معايا بحال بكره بحال فده راجل بيحب يلبس ماسكات كتير. فالراجل اللي بيمثل ده برضو من اصعب الرجاله اللي مش هتعرفي ان تمثلي كل يوم عشان تكملي بقيه المسرحيه. حاجات كتير قوي اللي احنا سمعناها دلوقتي لو لقيتيها في الراجل كلبشي في الارض وقولي لا انا مش مكمله. نروح بقى لحبايبنا الرجاله حبايب قلبي عشان ما يزعلوش. ايه الحاجات لو انت كراجل شفتها في الست ايه الريد فلاجز اللي شفتها في البنت اللي انت مرتبط بيها دلوقتي او خطيبها دلوقتي او داخلين على جواز لو دي علامات مريبه فيها شك وريبه ريد فلاجز انا بقول لك لف وارجع تاني وما تكملش في الارتباط دي. ايه الحاجات اللي بيلاقوها في البنت او الست فتقولي له لا؟ عايزه اقول لك بقى حاجه الست لما بتبقى توكسيك ممكن الستات اقل بس لما بتبقى عايزه تبقى توكسيك بتبقى ابشع بكتير من الراجل. ليه؟ لان ظروفها كست تؤهلها ان هي تتلاعب باللي قدامها زي مثلا انه ما تردش عليه فتره فهو مش عارف هي بتتقل ولا لا او مثلا طول الوقت الست دايما من حقها تتقل فممكن واحد يبقى جد جدا وكويس جدا وعايز يتقدم يخطبها يقول لها عايز اخطبك تقول له استنى افكر وتسيبه بقى على الرف. يعني هي ممكن تكون بتفكر في حد تاني فقاعده تقارن بين الاثنين للابد بقى وتستغله بقى وطلبات وساعدني في كذا واعمل كذا فهو يعني هو فاكرها بتفكر لان هو عمل كل اللي عليه. ف يعني الستات فظيعه في الموضوع ده. حاجه تانية يعني ممكن تكون هي اتجرحت في علاقه قبل كده فتعلمت بقى ان هي ما تبقاش راميه نفسها قوي بس بتأفور بقى. لا هي عارفه ان هي مش عايزاه. لو هي توكسيك هي متاكده ان هي مش عايزاه يعني هي بس عارفه بس هي مثلا بتحب حد تاني مش عايزها او مش متاكده ان هو هيخطبها فقالت لك الجد ده بتاع الخطوبه ده استنى نسيبه هنشوف بس نغيظ بيه التاني. لو هي توكسيك هتبقى بتعمل حاجات كتير قوي يمكن لو راجل عمل نصها بنبقى زعلانين منه جدا يعني. صح. ايه كمان موضوع ان هي مثلا تستغله ماديا لانه الراجل المفروض ان هو بيحتوي الست شفنا اول ما بسبب الانتقام العاطفي
ان هي يعني استغلته واستغلت عواطفه واستغلت فلوسه، وكان بيشتغل بدل الشغلانه اتنين وتلاته عشان يقدر يديها ويبسطها، وبعد كده ما تسيبه وتروح لواحد تاني، فدي بتخلي فيه غليان عند الراجل. لا، وبعدين في بنات فعلا اول ما بتتخطب مثلا لازم موبايلها يبوظ. ده اساسي. الراجل من دول يقول لك ايه، انا يا دوبك لسه تاني يوم اعرفها ولا تالت يوم، اصل انا موبايلي وقع وباظ او ضاع او كده. عيب قوي الحركات دي، بقت مكشوفه يا بنات. لا، الا لو هو عايز يجيب لها بمزاجه، طبعا هو حر يعني براحته لو هو كريم. بس لو هي فكره التلاعب دي لما بتبقى عند المراه بتبقى زياده قوي، اللي هو معلش انا مش عارفه اكلمك عشان موبايلي باظ، فلازم هيجيب موبايل فتتقل عليه عشان يعيني الموبايل باظ، فتضطروا يجيب لها موبايل. فدي ست استغلاليه وبتاعت مصلحتها زي الراجل المصلحجي. دي أسوأ، لانه الراجل المصلحجي بيبان قوي والناس كلها بتقول لها لا، لكن دي لا، الناس هتقول له انت الراجل فلازم تجيب. ده الطبيعي ان انت اللي تصرف وكده. ايه تاني في العلامات؟ لو هي غير مستقره عاطفيا، خلاص هما مخطوبين او حتى متجوزين، بس هي غير مستقره عاطفيا، هتيجي كل شويه تقول له انت ليه ما بتهتمش بيا، وتشجعه ان هو يقرب منها ويهتم بيها اكتر. وبعدين لما يهتم بيها تقول له لا معلش مساحتي الشخصيه، انت كده بتخنقني. انا بشوف حته مساحتي الشخصيه دي عند الرجاله، لا انا عايز ماي سبيس ومساحتي الشخصيه وكده، لكن بنت تقول له انا عايزه مساحتي الشخصيه دي ما بشوفهاش قوي بصراحه. في بعض الشخصيات الغير مستقره عاطفيا وهي مش عايزه، دول برضو اللي هم الخطر اللي هي بتلعب برضو بيه. هي مش عارفه هي عايزه ايه، هي اصلا متردده بس سايباه موجود طالما بيهتم بيه في الاوقات اللي انا عايزاها. يا ساتر. والشك بقى، تاني الشك اكتر حاجه توكسيك الستات بتعملها، لانه فكره ان بني ادم يعيش طول الوقت وموبايله بيتفتش، هو بينام ايده على البصمه مش عارفه عربيته بتتفتش. ممكن في ستات يوصل بيها الحال ان هي تحط مثلا جهاز تتبع في عربيه جوزها، يعني دي حاجه توكسيك، دي حاجه بتقلل من كرامه الشخص اللي قدامه. بس انا بشوف ان الست ما بتوصلش للمرحله دي من الشك غير لما بتتعرض للخيانه اكتر من مره، او هي بتشوف علامات وراد فلاجز في حياتها بتقول ان الشخص ده مش مظبوط. يعني معظم الناس اللي راقبت، ما هي معظمهم اتطلقوا على فكره، ومعظمهم الستات هي اللي طلبت الطلاق. يعني هي اللي راقبت وهي اللي اتضايقت وهي اللي اتجرحت وهي اللي اتظلمت وهي اللي طلبت الطلاق واتطلقت. لكن انا بحس ان الغيره، الحب الحقيقي لازم يبقى فيه غيره. ما هو في فرق بين الغيره والشك. ما هو الغيره بقى لما الاقي الغيره قوي على تصرفات غلط بتولد شك. ما لما جوزك يقفل تليفونه مثلا باليوم وتبقيش عارفه عنه حاجه، ما اكيد في حاجه غلط. انت عارفه امتى هيصحى وامتى هينزل الشغل وامتى بيرجع البيت، لان الست ما بتغيرش كده لله للوطن. لا، في ناس بتغير لله للوطن او يعني بتقلد. يعني هي شافت صاحبتها جوزها خانها فتبدا تشك في جوزها اللي هو وافي. اصلا كتر الشك بيخلي الراجل يحس ان ايه، مش انا كده كده بتحاسب كده كده غلطان مخون بقى بجد. يعني وبعدين حتى لو هو بقى وافي بسبب الشك الزيادة ده، في حاجة مشروخة جواه. يعني أحيانا ممكن تحرجه قدام صحابه، تطب عليه في الشغل فجأة، هو في حاجة بتتشرخ جواه كراجل. وخلينا صراحة، لو راجل هو اللي بيعمل كده في مراته وماسك موبايلها بيفتشه في مجتمعنا هنقول عليه بيحللوها عادي. يعني يقولك ده راجل وغيران على مراته، ومن حقه، ده راجل من حقه يعمل أي حاجة، مع أني أنا بقول لأ، مش من حقه يفتش في شنطتها ولا في موبايلها ولا اي حاجه خالص، ولا هو ولا هي. يعني لو حد بيخون ربنا هيكشف لها لوحدها. يعني هي هتعرف بشكل ما احسن من كده واهدى من كده. يعني انا مش عارفه ليه العلاقات بقت كلها كده فيها انهيارات، يا انهيار ثقه، يا انهيار حب، يا انهيار عيله. يعني تلاقي العلاقه حلوه بس تلاقي العيلتين بيضربوا في بعض، تلاقي العيلتين حلوين تلاقي هما الشخصين الست والراجل مش طايقين بعض، تلاقي مثلا الراجل مستواه كويس وماديا بيصرف بس تلاقيها هي استغلاليه قوي ومصلحجيه قوي. يعني ليه دايما النقد والنقيض؟ ليه ما نلاقيش كده اتنين حلوين كده هاديين من غير حاجه؟ ممكن عشان انت شايفه العلاقات عشان تبقى ناجحه بقى اخر دقيقه معانا مبنيه على ايه؟ يعني المفروض نعمل ايه بكل الانهيارات اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ المفروض اهم حاجه انه واحنا بنتعرف على بعض من الاول خالص ما نمثلش. يعني حتى لو في عيوب او هو فيه عيوب نبينها شويه، مش نقصد نبينها بس ما نخبيش حاجه، عشان لو مناسبين لبعض تمام نكمل، مش مناسبين ما نكتشفش بعد الجواز والعيال. يعني ما يبقاش الموضوع أسوأ. بشكرك يا جهاد ان انت كنت معانا النهارده ونورتينا في حكاينا. اعتقد النهارده حاولنا يعني على قد ما اقدر ان احنا نبين الريد فلاجز اللي عند الست والريد فلاجز اللي عند الراجل. حاولت وحاولنا نبقى محايدين، لان بجد حقيقي ما هو الراجل ده برضو اخويا
وصديقي وزميلي، يعني الراجل ما فيش حياة كلها بتخلو من ست وراجل، والحياة كلها ما بتحلوش غير بالنصين الست والراجل. ايه الريد فلاجز اللي في الست، ايه الريد فلاجز اللي في الراجل؟ ومهمة قوي العلامات دي، مهمة قوي، وعشان خاطري بلاش نتنساها وبلاش ان احنا نعديها كده عادي، لان فعلا علامة واحدة من العلامات دي ممكن تحكم من بدري، من بدري، من قبل ما ابتدي بقى ادفع فلوسي كلها واجيب بيت واجهز وقايمة وعفش وولاد. انا بكلمك انت كراجل، ونفس الحكاية كبنت، ما انت ما تفرحيش ان انت عايشة علاقة حب، الله وبحب وبتحب، وبعد كده العلاقة دي مش هتكمل او برضو تخلص بولد واتنين وبيت وبيتهدم وانفصال وطلاق. خلينا من البداية نشغل ده شوية، بدل ده نشغل ده شوية، اكيد ده بيدق في الاول، ما هو مفيش حد بيرتبط غير لما القلب بيدق، لكن اول ما قلبي يدق، دايما نصيحتي لكل اصحابي، اول ما قلبي يدق يلا بسرعة اجري على العقل، اجيب بقى كده ابص كده عليه شروطه كده، ها لبس، ها عيلته، ها تعليمه، ها بيشتغل، ها عنده بيت، ها طب جاي تمام ولا مصلحة ولا بيضحك علي، يعني لازم اعمل له اختبارات كده عشان ادخل العلاقة برجلي اليمين وانا مرتاح. لكن لقيت 3 4 5 حاجات من اللي انا حطاهم كلها صفر صفر صفر، يبقى انا ارجع والف تاني، لان ربنا اكيد كاتب لي العوض الجميل والراجل المحترم اللي يقدرني واللي يحبني واللي اتجوزه باحترام، وتبقى علاقة محترمة عشان انا ببني عيلة تانية صغيرة. اوعي تبصي تحت رجلك، مش انت وهو بس الحياة، بعد كده ما تخلي فيها تبقى اولادك، اولادك باباهم شغال ايه، لما تيجي تقدم لهم في مدارس يبقى شغال ايه، هعرف اقدم لهم ولا لا، بابا مين، حماتي مين، يعني الحاجات دي كلها بتفرق في الحياة. عيلتين بيتجوزوا مش فردين بيتجوزوا، خلي بالنا كويس قوي 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 عشان الحياة تبقى حلو. يلا اشوفكم الاسبوع الجاي على خير، ويحكى لنا على شاشة القناة الاولى. كنت معاكم إيمان مختار.